ونيت من صدات الأحباب وجروحهم في القلب يوه سبت جفاهم خافق إذاب وشب الولع في الجيش ضوه جرحي وسط وعماق ما طاب كنه يقول الوقت توه والصبر ولا عقب ما غاب ما عاد لي بالصبر قوه لو كل حكي شرحات وعتاب الصد ما عنده مروه لكن ظني فيه ما غاب مفتوح له قلبي وتوه لكن ظني فيه ما غاب مفتوح له قلبي وتوه ونيت من صدات الاحباب وجروحهم جرحي وسط وعماق ما طاب كنه يقول الوقت توه والصبر ولا عقب ما غاب ما عاد لي بالصبر قوه لو كل حكي شرحات وعتاب الصد ما عنده مروه لكن ظني فيه ما غاب مفتوح له قلبي وتوه لكن ظني فيه ما غاب مفتوح له قلبي وتوه هصد طعمة رمح والأشياب سيف ومر من طعم المنايا ما ذقاه ومر من طعم المنايا ما ذقاه في صدوته سبت جروح الموالي في الأيمن الفرقة لحقهم شفقه في الأيمن الفرقة لحقهم شفقه على والي في الله حاضر كانه الطيف عنده حالة قطع الماوى صيلة طاقه عنده حالة قطع الماوى صيلة طاقه هبطى علي وطولت نتاح السيف والقلب دايب وهي في القد شقه والقلب دايب وهي في القد شقه عليها وصفا في البشر ما لولا الوسامح ما عشقته عشقه لولا الوسامح ما عشقته عشقه ملامحه عدت حيده دت وصيف تسلب نظر من ما بعده روح تقاه تسلب نظر من ما بعده روح تقاه عن شوفته حلت علي الصادف والهم تاوج روح صدري ما حدف والقلب محبوبه يضيق خناقه والقلب محبوبه يضيق خناقه ارسلت مار سول الغاره في المظارف للي سارق قلب الهوى ويسرقه للي سارق قلب الهوى ويسرقه حنيت له حنا الخاوه الراس للكيف وهديت له من دفتر الشوق بقاه وهديت له من دفتر الشوق بقاه هصد طعنة رمح والأشياب سيف ومر من طعم المنايا ما بقاه ومر من طعم المنايا ما بقاه في صدوته سبت جروح الموالي الايمن الفرقة لحقهم شفقه الايمن الفرقة لحقهم شفقه على والي في الله حاضر كانه الطيف عنده حالة قطع الماوى صيل طاقه عنده حالة قطع الماوى صيل طاقه هبطى علي وطولت نتاح السيف والقلب دايب وهي في القد شقه في البشر ما بعد شيف لولا الوسامح ما عشقته عشقه لولا الوسامح ما عشقته عشقه